التزمت بدعوة التوحيد دي انت ركبت درب التعب وركبت الصعب. ركبت الصعب. امشي الان جرب عشان تتاكد من كلامي ده. خش جامع بتاع صوفية او حزبيين او اخوان مسلمين او كذا، انا مخش اتكلم في قيام الليل تلقى الجماعة بيبكوا لما بيتمخطوا، كيزان تلقاهم بيبكوا، صوفية تلقاهم مبسوطين هم كلهم بينوموا، لكن لأنه ما هبشتهم في الجرحى قول لهم ايوه ده قيام الليل، لكن طبعا في أساس الدين وأساس قيام الليل هو التوحيد. وأبدأ في نفس الموضوع تشوف الجامع ده لو ما قام عليك، لأنه أنت هنا هبشت الموضوع الأساسي والموضوع الأصلي، وده اللي بيميز الدعوة السلفية دعوة الرسل من دعوة المجرمين ودعوة الحزبيين ودعوة الناس المميعين، ناس اللملمة. نحن ما عندنا لملمة لأنه ما عندنا ناس دي انتخابات ولا دارين دنيا ولا دارين كرسي سلطة، نحن بس دارين الناس جد توحد الله براه، وده الموضوع كله.